شفت لي في اليوم واحد من دول الريفيين لازم باب الحشين باب الصحن واقف ويطالع جاير يظهر وطالع يشيل راسه للسماء يقول له يا ربي انا اقسم عليك بابن الزهرة هذا تخلصني من التدريبهن وما ادريبهن على تعبيره ها الاشياء اللي انت تدريبها تدريبيها وانا ما ادريبيها خلصني من عندها وفعلا فعلا وحياتك الانسان ما يدري واقعا ما يعلم ماذا يراد له.